السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم من مدارس دار المعارف. النهاردة يا أولاد هديلكم درس من دروس الدراسات الاجتماعية. درس النهاردة هيتكلم عن مقومات السياحة في مصر. قبل ما نعرف مقومات السياحة في مصر هناخد مع بعض السياحة، نفتكر مع بعض يعني ايه سياحة. السياحة هي السفر لأغراض مختلفة، منها الترفيه أو العلاج أو الاستفادة العلمية أو لأغراض دينية. يبقى يعني ايه سياحة يا ولاد؟ يعني انا منتقل من مكان لمكان علشان اروح اتفسح او علشان خاطر اروح استفاد او لاغراض تانية. طبعا احنا اخدنا قبل كده انا عندي نوعين من السياحة، سياحة داخلية وسياحة خارجية. تعالوا مع بعض ناخد ايه هي المقومات اللي هي الاسباب اللي بتخلي وبتخليني اشوف السياح موجودين في مصر في كل مكان. انا عندي ايه بيجذب السياح لمصر من كل مكان؟ عندي مقومات، المقومات دي مقومات طبيعية ومقومات بشرية. يبقى عندي ايه؟ عندي مقومات طبيعية ومقومات بشرية. المقومات الطبيعية دي يعني هي المقومات اللي ربنا عز وجل وهبها لينا، هو اللي ادها لنا. البشرية يبقى هي مصنع البشر، البشر هم اللي اتدخلوا فيها، هم السبب في وجودها. اول حاجة هناخد مع بعض المقومات الطبيعية. المقومات الطبيعية زي موقع مصر المتميز، تاني حاجة زي مناخ مصر المعتدل، وزي المناظر الطبيعية الخلابة. يبقى أنا عندي ثلاث مقومات طبيعية، عندي موقع مصر المتميز، وعندي مناخ مصر المعتدل، وعندي المناظر الطبيعية الخلابة. تعالوا مع بعض هناخد موقع مصر المتميز. طبعا يا اولاد زي ما احنا عارفين ان مصر تقع في وسط العالم، وده خلاها موقعها ومكانها خلاها بتكون قريبة من كل دول العالم. يبقى اي حد محتاج ينزل مصر بيعرف يوصل لها علشان هي بقت قريبة منها، فده خلالها ان هي مكانها ان هي في وسط دول العالم جعل لها مركزا حضاريا بيجذب السياح من كل مكان. تاني مكون معايا طبيعي مناخ مصر المعتدل. الشمس بتبقى ساطعة طوال العام والحرارة بتبقى معتدلة خاصة في فصل الشتاء، فده بيساعد ان بيجي ملايين من السياح من كل مكان. طب دلوقتي حد يقول لي لا ده احنا درجة الحرارة عندنا بتبقى عالية في الصيف ودرجة البرودة في الشتاء بتبقى عالية جدا، ازاي ده يبقى جو معتدل؟ انا هقول لك ان مصر يبقى جوها معتدل بالنسبه لدول اوروبا وكمان دول العرب، لان دول اوروبا بيكون عندها طول الوقت شده لدرجه ان هو درجه البروده هناك بتوصل للجليد، فبالنسبه لهم ان مصر ده جوها جميل ومعتدل علشان كده بيجوا مصر خاصه في فصل الشتاء. وكمان الدول الإفريقية بيكون عندهم درجة الحرارة عالية جدا، فبالنسبة ليهم ان هم بينزلوا مصر فده بيبقى الجو الجميل المناسب ليهم. هناخد ثالث مقوم من المقومات الطبيعية اللي هو ايه؟ المناظر الطبيعية الخلابة. مصر تتعدد فيها البيئات، عندنا بيئة صحراوية وعندنا بيئة ريفية وعندنا بيئات جبلية وكمان بيئات ساحلية. تنوع البيئات ده أدى إن عدد كبير جدا من السياح بيجوا، مثلا زي المناطق الصحراوية والجبلية أنا عندي بتتميز بجمال مناظرها ونقاء هوائها وتنتشر بيها المحميات الطبيعية الفريدة. عندي محميات طبيعية زي محمية الصحراء البيضاء ومحمية موجودة في وادي الريان. عندي المناطق الزراعية اللي هي المناطق اللي بتبقى مطلة على نهر النيل، بتبقى شكلها جميل جدا ومريح للعين، فالسياح بيجوا علشان ياخدوا جولة ترفيهية في نهر النيل. ثالث حاجة المناطق السياحية. طبعا يا ولاد زي ما احنا عارفين ان احنا عندنا بحرين من اهم بحار العالم، فاحنا عندنا بتتوفر الشواطئ الرملية على سواحل البحر المتوسط، وعندنا بتنتشر الشعاب المرجانية الخلابة والأسماك ذات الألوان الرائعة تبقى موجودة في البحر الأحمر. أخذنا المقومات الطبيعية، دلوقتي هناخد المقومات البشرية. عندي المقومات البشرية زي تنوع الآثار التاريخية وهناخدها بالتفصيل دلوقتي،
وعندي الأمن والأمان ووسائل المواصلات والنقل، وعندي طبيعة الشعب المصري، وكمان وفرة المنشآت السياحية. هناخد أول مكون بشري، تنوع الآثار التاريخية. تعالوا مع بعض نعرف ونشوف إن مصر مر عليها عصور تاريخية كتير، مر علينا عصور فرعونية، فهم سابولنا آثار فرعونية وآثار يونانية ورومانية وكمان الآثار القبطية والآثار الإسلامية. يبقى تنوع الآثار التاريخية في مصر أدى إلى زيادة وجود أو تواجد السياح في مصر، وده عامل مهم جدا جدا علشان زيادة السياحة في مصر. رقم 2، وسائل النقل والمواصلات. طبعا احنا السياح عايزين يجوا مصر عندنا، فاحنا لازم نسهل لهم طرق التنقل، ان هم يعرفوا يتنقلوا ويعرفوا يجينا من كل مكان. ثالث حاجة، الامن والامان. تتمتع مصر بشكل عال بانخفاض معدل الجريمة، ده بيؤدي الى شعور السائح بالامن والامان على نفسه. يعني مصر لو كان فيها زيادة في معدل الجريمة، ده كان هيخلي السائح يخاف ان هو ينزل مهما كان فيها مقومات، علشان هيخاف على نفسه وعلى الامان، وطالما ما فيش امان يبقى هيخاف ينزل. رقم 4، طبيعة الشعب المصري. الشعب المصري طبيعته ان هو بيرحب بالضيوف ويقدم لهم كل سبل الراحة والمساعدة. رقم 5، وفرة المنشآت السياحية. طبعا احنا لازم نوفر لهم الاماكن اللي هم يقدروا ييجوا ويقعدوا فيها، الاماكن اللي يقدروا يعيشوا فيها، اماكن مش اقل من المستوى المعيشي اللي هم بيعيشوه. علشان كده احنا بنوفر لهم قرى سياحية ومنتجعات، وكمان بنوفر لهم مثلا الاكل اللي هم بيحتاجينه، بنوفر لهم الانترنت اللي هم محتاجينه، وسائل الاتصالات، يعني نوفر لهم الشبكات اللي يقدروا يتواصلوا بيها مع اهلهم بره. وبكده يكون خلصنا الدرس، واتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.